أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة الإخبارية. أهلا بك همام. شكرا نهى ومرحبا بحضراتكم، وهذه أبرز العناوين. مصدر مصري مسؤول للقاهرة الإخبارية يعلن عن تقدم ملموس في جهود التوصل لاتفاق تهدئة بغزة ودخولها المراحل الأخيرة. الرئيس المصري يجدد التأكيد على وقوف مصر ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري داخل أو خارج غزة. أمريكا وبريطانيا يدعوان الحوثيين للإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة التي تم الاستيلاء عليها في البحر الأحمر. في تفاصيل هذه النشرة، أكد مصدر مصري المسؤول للقاهرة الإخبارية أن الجهود والاتصالات المصرية الجارية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر بشأن التوصل لاتفاق تهدئة في غزة تشهد تقدما ملموسا وفي مراحله الأخيرة. هذا وأشار المصدر المصري إلى أن اتفاق التهدئة يتضمن الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين بالقطاع مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين. كما يتضمن الاتفاق تدفق المساعدات الإنسانية والسولار والغاز إلى كافة مناطق قطاع غزة. كما أكد المصدر المصري للقاهرة الإخبارية أن مصر تؤكد مواصلة دورها المحوري في الأزمة الجارية بقطاع غزة، خاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار وتسهيل تدفق المساعدات والسولار لغزة. هذا وأفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بأن الحركة سلمت للمصريين والقطريين ردها، ومشيرا إلى الاقتراب من التوصل لاتفاق هدنة. كما أفاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن الحركة لا تزال تنتظر رد الاحتلال بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية بعد أن تم تسليمه للجانبين المصري والقطري في إطار جهودهم المقدرة للوصول إلى اتفاق. في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شروط الصفقة المقترحة بين الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية تشمل الإفراج عن 50 محتجزا مقابل 4 أيام من الهدنة. هذا وذكر إعلام إسرائيلي أن من بين هذه الشروط تمديد وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن محتجزين آخرين. وكشف إعلام إسرائيلي أن الجيش والشباك والموساد يدعمون صفقة المحتجزين التي قد تؤدي إلى إطلاق سراح ما يصل إلى 80 محتجزاً. تضاربت الأنباء في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن بدء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو لبحث صفقة تبادل المحتجزين مع الفصائل الفلسطينية في اليوم 46 للحرب. هذا وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن الاجتماع لا يزال مستمرا، بينما ذكر موقع صحيفة هارتس أن الاجتماع قد اختتم بالفعل ثم تراجعت وأعلنت بدء الاجتماع مجددا. كان نتنياهو قد أعلن حدوث تقدم بشأن إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.
من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أن كل الجهود تبذل لإطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية. وأشار هاجاري في مؤتمر صحفي إلى أن التركيز حاليا ينصب على إعادة المحتجزين في غزة، وأضاف أن قوات الجيش توغلت في شمال قطاع غزة وطوقت مخيم جباليا. وتنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. أهلا بك دانا في هذه الجولة الإخبارية، ولو تطلعينا على آخر التفاصيل المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى والهدنة المزعمة. نعم نهى، بعد التحية نتحدث أن الآن بدأ اجتماع الإسرائيلية، وذلك بعد اجتماعين. الأول كان لمجلس الحرب كابينيت الحرب، ومن ثم عقده المجلس الوزاري المصغر، وهي المراحل التي تتم فيها الإقرار والمصادقة على هذه الهدنة المتمثلة بوقف إطلاق النار. نلاحظ ويعني يعني تقارير تفيد بأن نتنياهو يحظى بأغلبية داخل الحكومة لصالح المصادقة على الاتفاق المحتمل مع حركة حماس وإطلاق صفقات التبادل. وعلى الرغم من ذلك فإن سيكون هنالك يعني معارضة من الدنيا وأسماء يهودية. دانا هل تسمعيني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية، بالتأكيد سنحاول معاودة الاتصال بك، شكرا لك. في ذات السياق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته تعمل منذ أسابيع على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة. هذا وأكد أن التقدم في هذا الأمر بات وشيكا للغاية، ويمكن أن يعود بعضهم إلى الوطن في أقرب وقت. وفي الأثناء أوضحت وسائل إعلام أمريكية أن المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة المحتملة سيكونون إسرائيليين ومزدوجي الجنسية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن صفقة إطلاق سراح المحتجزين مع الفصائل الفلسطينية أصبحت قريبة ولكنها ليست نهائية، ومشيرة إلى أن تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لا يتوقف أو على التوصل إلى اتفاق للمحتجزين، إلا أنه سيفتح إمكانية توصيل المزيد منها. من جانبه أعلن البيت الأبيض أن اتفاق إطلاق سراح المحتجزين في مرحلة متقدمة خلال الوقت الراهن، مضيفا أن الخطوة الأولى ستكون المرور الآمن إلى إسرائيل، يليه رعاية طبية فورية. لمزيد من الأخبار وردود الفعل الأمريكية حول هذه الصفقة المتوقعة ينضم إلينا من واشنطن الزميل رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. رامي بعد التحية، لعلك استمعت إلى هذه الأخبار التي قلناها منذ دقائق، ما إذا كان لديك أي تفاصيل فيما وراء هذه الأخبار؟ مرحبا همام. بالفعل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم وفي اجتماع مع إدارته وفريقه للأمن القومي سمح للصحفيين بالدخول إلى قاعة الاجتماع لفترة قصيرة جدا فقط للاستماع إلى بعض التصريحات المقتضبة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي كان مفادها أو أهم ما ورد فيها هو أن بايدن قال إننا نعمل منذ أسابيع على اتفاق إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس، وأصبحنا قريبين بالفعل من نهاية هذا الاتفاق، وأن المحتجزين سيعودون قريبا إلى أرض الوطن، ولكنه رفض الإفصاح عن أي تفاصيل رغم الضغوط الشديدة من الصحفيين بالأسئلة، وتعالت أصواتهم بالأسئلة، يريدون معرفة بعض التفاصيل عن الرهائن، عن عددهم، عن جنسيتهم، متى سيعودون، ما هي التفاصيل، ما الذي سيحدث، من سيتسلمهم. ولكن الرئيس الأمريكي جو بايدن حاله كان كحال كل المسؤولين الأمريكيين خلال الأيام القليلة الماضية، وهي التحفظ التام على أي تفاصيل تخص هذا الاتفاق، خوفا من أن يعصف أي إعلان عن هذا الاتفاق بالاتفاق نفسه، حيث أنه
بحسب مسؤول أمريكي الاتفاق ليس نهائيا، وأنه لم يتم الاتفاق على كل التفاصيل النهائية، وأنه تبقى بعض التفاصيل التي يجب الاتفاق عليها أولا. وتتردد دائما هنا في الأروقة السياسية مقولة أمريكية تقول لا ينبغي الإعلان عن أي شيء قبل الاتفاق على كل شيء. يبدو أنه لم يتم الاتفاق بعد على بعض التفاصيل، وربما ما نسمعه هو أن أطراف الصفقة جميعا، الولايات المتحدة والدول الإقليمية وحتى حركة حماس، أعلنوا جميعا أن الصفقة اقتربت من نهايتها، وربما الجانب الخاص بهذه الأطراف التي ذكرتها قد انتهى بالفعل، ويبقى الجانب الأخير وهو موافقة إسرائيل، موافقة حكومة الحرب الإسرائيلية. بعض الأنباء تقول أن هناك بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، ربما وزيرين منهما إتمار بن غفير، يرفضان هذه الصفقة ويرون أن هذا متوقع بالنظر إلى الأيديولوجيا التي تتحكم في يدين الوزيرين. والأنباء أيضا الإسرائيلية تحدث أن وزير الدفاع يود إضافة جملة أنه بانتهاء هذا الاتفاق ستعود العمليات العسكرية مرة أخرى. سندقق في هذه الأنباء، لكن أعود مرة أخرى إلى واشنطن. ما يتعلق بإتمام هذه الصفقة كانت قد أشير إليها ربما خلال الأسبوع الماضي أيضا. نحن الآن جرى على هذه التصريحات أكثر من 7 أيام ولم تتم هذه الصفقة بشكل رسمي، لكن بحسب ما ورد من البيت الأبيض وحسب ما ذكرت أيضا رامي وذكر أيضا من مراسلين سواء في القدس أو حتى في أماكن مختلفة وفي المصادر الرسمية التي تحدثت القاهرة الإخبارية، هل نشعر أن الصفقة الآن أقرب من أي وقت مضى؟ نعم صحيح همام، الصفقة بالفعل الآن أقرب من أي وقت مضى، وكما ذكرت معظم أطراف الصفقة باستثناء الجانب الإسرائيلي يرون بالفعل أن الصفقة اقتربت كثيرا من نهايتها، وربما نسمع عنها خلال أيام قليلة. ولكن في الحقيقة هذه الصفقة صعبة واستغرقت كل هذا الوقت الطويل. هذه الصفقة يتم العمل عليها منذ فترة طويلة من بعد اندلاع الصراع، ربما بأسبوع أو بأسبوعين، الصراع الذي يدخل الآن ربما في يومه 45. هذا الاتفاق يتم العمل عليه من جانب الأطراف المختلفة، وبالتأكيد يعني يتحمل نصيب الأسد في هذا الاتفاق الولايات المتحدة الأمريكية التي تتواصل مع الجانب الإسرائيلي من ناحية وتتواصل مع الدول الإقليمية الوسيطة من ناحية أخرى، لكنها بالتأكيد لا تتواصل مع حماس، نظرا لأنها تعتقد أو تعتبر حماس حركة إرهابية، لذلك هي تترك ذلك الملف لبعض الدول الإقليمية التي لديها نفوذ مع حماس. صعوبة هذه الصفقة في تعدد أطرافها، في تعارض مصالح الأطراف المختلفة. طيب. ورغم التحفظ الأمريكي هناك بعض التفاصيل كما ذكرتموها في الأخبار رشحت عن وأنت تتحدث رابي، يبدو أن القذائف والصواريخ الإسرائيلية لا تزال تسقط على هذه المنطقة من شمال غزة، وهي المحافظة التي يتركز فيها القصف الإسرائيلي والحرب والعدوان الإسرائيلي على هذا القطاع المحاصر، قطاع غزة. أخيرا رامي، فيما يتعلق بتصريحات جون كيربي بشأن المساعدات الإنسانية، هل تقرأ هذه الصفقة في الولايات المتحدة على أنها سوف تزيد، سوف تساعد، سوف تساهم في إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لا سيما الوقود والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة؟ نعم بالتأكيد أمام، يعني أحد أهم نتائج هذه الصفقة أو هذا الاتفاق، أولا هذه الصفقة لن تتم إلا إذا تم وقف لإطلاق النار بشكل مؤقت لعدة أيام. هذه الأيام العدة سيتم استغلالها في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، سيتم استغلالها أيضا في خروج بعض المدنيين من قطاع غزة سواء الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى العلاج في بعض المستشفيات في مصر على سبيل المثال، كذلك خروج بعض المدنيين مزدوجي الجنسية الذين يحملون الجنسية الأمريكية خاصة من الفلسطينيين المقيمين في غزة. وبالتأكيد الأهم أو السبب الأهم لهذه الهدنة الإنسانية المؤقتة أو وقف إطلاق النار المؤقت هو عملية تسليم وتسلم المحتجزين الذين تحتجزهم حركة حماس في مقابل بعض الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال بحسب ما تقول التسريبات عن هذه الصفقة، ولكنها بالتأكيد ستكون صفقة متعددة المنافع.
أشير فقط إلى المصدر المصري المسؤول الذي تحدث القارئ الإخبارية، يقول أن اتفاق التهدئة في غزة يشهد تقدما ملموسا وفي مراحل الأخيرة، ويشير إلى ما ذكرته رامي بشأن تفاصيل هذه الصفقة. شكرا جزيلا رامي جبر، مراسل القارئ الإخبارية من العاصمة الأمريكية واشنطن. وينضم إلينا من القاهرة دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك دكتور في هذه الجولة. وبداية الحديث الآن عن قرب الوصول إلى هذه الهدنة السياسية أو الهدنة القريبة للإفراج عن المحتجزين، وأيضا لوقف إطلاق النار لمدة معينة. في رأيك يعني كيفية الوصول إلى هذه الهدنة في أسرع وقت ممكن، ويعني كيف تقرأها؟ هو بالتأكيد طبعا خطوة جيدة سوف يتم البناء عليها بطبيعة الحال إذا توفرت الإرادة السياسية لطرفي المعادلة، سواء كانت المقاومة الفلسطينية أو الجانب الإسرائيلي. من الواضح أنه الأزمة الآن في طريقها إلى الانفراج بصرف النظر عن التفاصيل، لكن مناخ جديد يتشكل في الساحة الفلسطينية الإسرائيلية بعد 45 يوم تقريبا، فهذا شيء جيد. أنت تذكري في مراحل معينة وصلت المواجهات إلى 54 يوم، فأعتبر أنه اليوم الحديث عن الهدنة الإنسانية ستسمح بطبيعة الحال صرف النظر عن توقيتات أو الساعات التي سيتم الاتفاق فيها بأمور متعلقة طبعا بتقديم المساعدات ودخولها، خصوصا الوقود والمستلزمات الطبية وغيرها التي تحتاجها المستشفيات في قطاع غزة، بالإضافة إلى بدء إجراءات بناء ثقة من خلال الجهد المصري الكبير الذي بذلته مصر طوال الفترة الماضية، إضافة طبعا لتحرك بعض الدول العربية والولايات المتحدة والأطراف الأخرى. لكن الآن بتشكل معادلة جديدة قائمة على خفض التوتر، الانتقال إلى الخطة باء. الخطة باء هي تنفيذ ما سوف يتم الإعلان عنه من تفاصيل لبنود الصفقة، أعتقد مهم جدا، لأنه بطبيعة الحال الدخول إلى مرحلة الهدنة الإنسانية سترتب بعد ذلك وقف إطلاق نار، ربما يكون تكتيكيا أو استراتيجيا في الفترة الأولى، لكن سيبنى عليه من خلال الأطراف الوسيطة، وهنا طبعا بطبيعة الحال الوسيط المصري سيكون دوره حاضر بقوة، بالإضافة إلى أطراف إقليمية ودولية أخرى. إذا توفرت الإرادة السياسية والعسكرية في إسرائيل، لأنه كما تعلمي حضرتك كانت هناك تحفظات من قبل الجانب الإسرائيلي، وهذه التحفظات بطبيعة الحال ستلين بعض الوقت، لأنه من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية واقعة أيضا تحت ضغوطات كبيرة، وهذه الضغوطات الكبيرة ليست لها علاقة فقط بأسر الضحايا والعائلات اللي التقاهم رئيس إسرائيل نتنياهو، لكن الطرفين الآن يلتقي أيضا كما تعلمي حركة حماس أبدت تجاوبا مع الطرح المصري، وبالتالي بننتقل إلى مرحلة تالية. إذا توفرت الشروط وإجراءات بناء الثقة الأولية، أعتقد سيبنى على الهدنة الإنسانية، الهدنة لوقف إطلاق نار، وننتقل إلى مرحلة أخرى. طبعا في العديد من الإشكاليات اللي هتطرح والأسئلة التي ستطرح بطبيعة الحال ليست في التبادل أو الضوابط والمعايير اللي هيتم فيها التبادل والأطراف الضامنة لهذا، لكن بطبيعة الحال التفاصيل طبعا هتبقى متعلقة بالإعلان عن البنود في إطار الأيام أو الإطار الزمني اللي هيتم العمل بيها. في النهاية نحن أمام مرحلة جديدة، مرحلة مهمة فيها جهد تراكمي للوسطاء، فيها جهد بطبيعة الحال، أعتقد إذا تجاوب الطرفين سننتقل إلى الخطوة التالية. طيب المهم أن نقول أن هناك ضغوطات من قبل الطرفين من الداخل، يعني داخل المقاومة الفلسطينية وأيضا من داخل الحكومة الإسرائيلية. بالفعل دكتور طارق، يعني في البداية كانت إسرائيل تقول أنها ستخرج المحتجزين بطريقتها العسكرية، ولكن الآن مع قرب التوصل إلى هذه الهدنة الإنسانية، برأيك هل هذا يدل على فشل نتنياهو في تحقيق الأهداف العسكرية؟ هو بالتأكيد طبعا الرجل أخطأ وأخفق في إدارة الأزمة. المجلس الحرب العسكرية ضم خبراء في المواجهات مع قطاع غزة، وعدد كبير من أعضاء مجلس الحرب يعني عملوا من قبل في هذه المواجهات، ولديهم مقربة أقرب إلى الاحتراف، بمعنى أنه بعيد عن التصريحات السياسية والإعلامية. كانت لديهم بعض التحفظات، صحيح أنهم فتحوا بنك الأهداف واستطاعوا أن يقوموا بعمليات عسكرية، لكن بنك الأهداف الإسرائيلي برغم كل العمليات الإجرامية التي قاموا بها كان منضبطا، بمعنى أنهم لم يتجاوزوا الخطوط الحمراء في عمليات اغتيالات كبيرة
للقادة الميدانيين والسياسيين والعسكريين الكبار. ويعني أعتقد أنه أداء مجلس الحرب في إسرائيل كان منضبطا تحسبا لهذه اللحظة التي يقدم فيها الحكومة الإسرائيلية على تقديم تنازلات، وهي تنازلات كبيرة. أعتقد أن نتنياهو هو الخاسر مما سيجري، لكنه واقع تحت ضغوطات كبيرة. وكما تعلمي طبعا ستبدأ لجان تحقيقات بعد وقف إطلاق النار وغيره، طبعا دي أمور معتادة في إسرائيل، لجان تحقيق في ولجان توجه له بالتقصير في إدارة المواجهة وغيرها من الأمور. لكن أيضا المقاومة الفلسطينية ستكون هناك مراجعة. الخسائر فادحة، حضرتك بتتكلمي على 13 ألف شهيد، يعني بتتكلمي على عنصر بشري، بتتكلمي على البنية الأساسية والقواعد العسكرية لحركة حماس. فطبعا هناك خسائر بعد انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، ستكتشفي أنه الطرفين لجأ إلى الخيارات الصفرية، لكن دون أن يستطيع أن الوصول بالطرف، كل طرف كان بيصل بالطرف الآخر حضرتك إلى حافة الهوية. لا نستطيع أن نقول الآن من هو الخاسر ومن هو الرابح. هناك معضلة سجين ضمت الطرفين في المعادلة الراهنة، وبطبيعة الحال وصل إلى قناعة بأنه لابد أن تبدأ عملية الهدنة. قد يكون هناك طبعا ضغوطات كبيرة من أطراف دولية، هناك جمهور أوروبي سائر كما تعلمي حضرتك، وتظاهرات كبيرة تغيرت المواقف وتغيرت المواجهات طوال أكثر من 45 يوم حضرتك. بالتالي يجب الانتباه لهذا، نحن نتحدث عن رأي عام دولي، طبعا نتحدث عن موقف الولايات المتحدة، صحيح أنه كان موقفا مراوغا في الفترات الأولى، لكنه من الواضح أنه الجانب الأمريكي أيضا لعب دورا في دفع إسرائيل للقبول بالهدن، لأنه المصالح الأمريكية ستتعرض لخطر كبير. تعلمي أن الوفد العربي الإسلامي كان ذهب إلى الصين خلال الساعات الأخيرة وبيتحرك في اتجاهات كبيرة، فالولايات المتحدة أيضا تقيم قطار علاقتها وتخشى من ردود فعل عربية وإسلامية ودولية على دعمها المطلق لإسرائيل طوال الفترة الماضية، ودعمها الكبير طبعا كما تعلمي لأنه إسرائيل لم تستجب في الفترة الأولى ومضت في مسارها. لكن طبعا الطرفين الجانب الأمريكي والإسرائيلي نسق كثيرا، يعني ليس في العمل العسكري لكن في العمليات. الولايات المتحدة كانت شريكا ولا يزال فيما يجري في القطاع، ولديها رؤيتها ولديها أيضا توجهاتها، وبالتالي أنا أعتقد أنه هناك أطراف خاسرة مما سيتم، وهناك أطراف ربما تكون ربحت لبعض طيب. الوقت دكتور طارق، يعني من الممكن القول أن هذه الصفقة هي الآن صفقة أقرب من أي صفقات أخرى في أي وقت مضى، إذا نجاح أو فشل هذه الصفقة وهذه الهدنة الإنسانية في يد من؟ هل في يد الفصائل الفلسطينية أم في يد حكومة الحرب الإسرائيلية؟ في يد الطرفين. إذا لم تتوفر حضرتك الإرادة السياسية لاستكمال هذه الخطوة والبناء على ما تم من خلال الجهد الكبير والمقدر للوسطاء وخاصة من قبل مصر، فالمسؤولية تقع على الطرفين وليس على الأطراف الأخرى، لأنه كانت هناك مجهودات كبيرة طوال 45 يوم الماضية وتحركات في مسارات متعددة لوقف المواجهات العسكرية ومحاولة للالتقاء في منتصف الطريق. اليوم بعد 45 يوم أعتقد أنه الطرفين بصرف النظر عن حالة الضغوطات الداخلية وبصرف النظر عن الخسائر الفادحة للجانب الفلسطيني تحديدا، يعني نتحدث عن 13 ألف شهيد، لكن أيضا إسرائيل تضررت تضرر كبير. إسرائيل حضرتك تعيش تحت الأرض منذ هذه الحرب، يعني لا تصدقي حجم الخسائر في قطاعات عديدة، في قطاعات التكنولوجيا، قطاعات الصناعية، وفي المدارس وفي الجامعات، توقفت الحياة في إسرائيل بصورة كاملة. البعد السيكولوجي في المواجهة حضرتك كان حاضرا بقوة، وإسرائيل لم تعتاد أن تدخل في حرب طويلة اليوم 45، لكن كانت في مواجهات سابقة كانت وصلت 54 يوم، فاليوم إسرائيل لا تستطيع أن تعيش تحت الأرض. فعلا دكتور طارق وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. لمزيد من القراءة أيضا حول هذا الخبر ينضم إلينا من رام الله الدكتور صبري صيدم الوزير الفلسطيني السابق والقيادي في حركة فتح. دكتور صبري بعد التحية، هل الحكومة الإسرائيلية الآن أمام اتفاق الضرورة؟ مساء الخير، تحية لكم، تحية لشعبنا العظيم. بطبيعة الحال يعني الأمور تفرض هذا الواقع على الحكومة الإسرائيلية،
وتطورات الميدان بدون أدنى شك يعني لديها مخرجاتها، ونحن نعيش الآن وفي هذه اللحظات تجليات هذه المخرجات التي أفرزتها ساحة الحرب بكامل تفاصيلها. نعم. طيب، ما الضرورة التي ربما فرضت على الحكومة الإسرائيلية الآن وبالتالي لجأت إلى مثل هكذا صفقة؟ نعلم أن هناك ربما تحديات أمام الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، من بينها هذه العمليات العسكرية المحتدمة هناك، وبالتالي ربما تذهب الفصائل الفلسطينية تحديدا حماس إلى مثل هكذا صفقة، لكن على الجانب الآخر كيف يمكن أن نقرأ التحديات التي تواجه الحكومة الإسرائيلية سواء عسكريا أو حتى مدنيا أو مجتمعيا في الداخل الإسرائيلي؟ ربما لاحظتم منذ بداية هذه المحرقة إسرائيل لطالما تحدثت في الكواليس عن تبادل للرهائن، ولكن كانت في كل مرة تفند هذا الادعاء باعتبار نتنياهو أنه يريد أن يظهر أمام الجميع بمظهر القائد المتماسك الذي يستطيع أن يقود هذه المعركة. وكنا نسمع تفاصيل من هنا وهناك وبعض التلميحات من وسائل الإعلام، ولكن كان الناطق العسكري الإسرائيلي حريص، وكان نتنياهو مع مجلس حربه أيضا حريصون بشكل مجتمع أن يقدموا أنفسهم بشكل فيه نوع من أنواع الرفض لفكرة التبادل، باعتبار أنهم كانوا يتمنعوا كجزء من عملية التكتيك بأنهم مستمرون بالحرب، بأنهم سيقضون على حماس، بأنهم يعني ينهوا هذه الظاهرة وسينهوا كما قالوا أي خطر يتعرضون إليه من قطاع غزة. وبالتالي هم تصرفوا على أرضية أو ضمن منطقة عد الأصابع، وحاولوا تعظيم شروطهم من خلال هذا التمنع والتمترس وراء مواقفهم. في كل مرة كانت تصل الأمور إلى حد الاتفاق كانوا يقولوا هذا إشاعة وليس هناك شيء صحيح وسنعلمكم في التفاصيل. وسمعنا ضمن التحضيرات لهذه الصفقة الحديث عن أن الأمور قاربت للوصول إلى النجاح ثم عادت وانكفأت. صحيح. لذلك الأمور الآن كما قلت يحكمها الميدان والميدان وحده، وفيه تنافس على من يستطيع أن يصمد في معركة عد الأصابع. طيب دكتور صبري، لعلك تتابع الداخل الإسرائيلي، وربما نقرأ أنه فيما يبدو قد يكون هناك رفض لهذه الصفقة من قبل اليمين المتطرف وممثلي أحزاب اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية، لكن هل بمقدور ممثلي اليمين داخل هذه الحكومة أن تعوق الموافقة، موافقة الحكومة على هذه الصفقة؟ لا أعتقد، لأنه هناك إصرار من قبل نتنياهو إذا ما لاحظتم على عدم إشراك سموتريتش وبن غفير، وبالأمس كان هناك ضغط من قبل الصحفيين على توسيع مجلس الحرب ليضم المعروف بالكرياء ليضم سموتريتش أو بن غفير. ليس الصحفيين فقط، سموتريتش ذاته كان هناك ربما كان قد طلب أثناء موافقة الحكومة الإسرائيلية على إدخال الوقود، طلب بتوسيع مجلس الحرب وإدخال أصوات اليمين داخله. نعم، ثم عاد الصحفيون وسألوا ذات السؤال، ولكن كان نتنياهو يوارب الحقيقة، يحاول أن يذهب من هذا السؤال أو أن يبتعد عنه من خلال القول بأنه مجلس الحرب موجود والكابينت موجود وخلافه. على العموم بن غفير كما فهمت الليلة دعا أنصاره لاجتماع قبيل اجتماع الحكومة، أعتقد أنه يريد أن يأخذ موقف حتى يشعر الجميع بأنه أيضا هو جزء من صناعة القرار في إسرائيل. لكن واضح أن نتنياهو لا يريد إشراك هذين الشخصين في مجلس حربه، لا يريد أن يكون لهم أي تأثير بالفيتو، وسيذهب حتما نحو الصفقة. والإجراءات الآن التي تمت على الأرض، مثلا إعلام الأسيرات بقرب الإفراج عنهن، وأن يوم الخميس صباحا ستبدأ عملية الإفراج، ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية الأسماء بكامل التفصيلات. نعم. واضح أن الأمور قطعت شوطا تنفيذيا. طيب. كبيرا، وأن الذهاب لمحكمة العدل العليا من أجل الالتماس سيمر بدون. نعم. أن صحيح، بعد هذه الموافقة المتوقعة سوف يذهب هذا القرار إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في الالتماسات المقدمة ضده. سؤال أخير دكتور صبري، وأرجو أن تكون الإجابة مقتضبة. نحن الآن نتحدث عن صفقة متوقعة ربما في الداخل الإسرائيلي، لكن ماذا عن الأسر أو أسر المحتجزين طبعا الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية؟ هل يمكن أن يمارسوا ضغطا يؤدي إلى أن هذه الصفقة تتحول لاحقا قياسا على الصفقات الماضية، يمكن أن تتحول الصفقة المؤقتة إلى صفقة دائمة؟ بطبيعة الحال، وهم قالوا بالأمس بأنه هم يريدوا أن يروا أسماء أبنائهم، وأن أولئك الذين لن يخرجوا
يريدوا أن يعرفوا متى سيتم إخراجهم ومتى سيطبق أو تطبق المراحل التتابعية لهذه الصف. شكرا جزيلا الدكتور صبري صيدا الوزير الفلسطيني السابق والقيادي في حركة فتح، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. هذا وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تبذل جهودا لتخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، موضحا أن معبر رفح الحدودي مفتوح منذ اللحظة الأولى للأزمة. وخلال كلمته عبر الفيديو كونفرنس أمام القمة الاستثنائية لمجموعة بريكس، أشار الرئيس المصري إلى معارضة بلاده لمحاولات الضغط الإسرائيلية لإرغام الفلسطينيين على ترك أرضهم وبيوتهم. إن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث قامت بفتح معبر رفح الحدودي منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وخصصت مطار العريش وميناء العريش لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم. ولكن تتسبب الآليات الموضوعة من السلطات الإسرائيلية في تعطيل وصول المساعدات لمستحقيها، ومن ثم فإن ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها، وما يتطلب وقفة من المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة لإعاشة أهالي غزة. إن مصر كانت ولا تزال تعارض الضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة، وتقف ضد محاولات إرغامهم على ترك أرضهم وبيوتهم سواء بشكل فردي أو جماعي، كما تقف مصر ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري داخل أو خارج غزة، خاصة وأن ترك الفلسطينيين لأرضهم مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما أن أطروحات إعادة احتلال إسرائيل للقطاع لا تزيد الموقف إلا تأزيما وتعقيدا. كما ندد الرئيس المصري بوقوف المجتمع الدولي صامتا أمام عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية. هذا وأكد أن الأولوية المصرية في المرحلة الحالية هي الوقف الفوري لإطلاق النار، مشددا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أن المجتمع الدولي يقف صامتا كذلك أمام عنف غير مبرر من قبل المستوطنين إزاء الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومهما تشهد الضفة من اقتحامات عسكرية يومية من قبل الجيش الإسرائيلي، وهي كلها سياسات مرفوضة تسهم في إشعال المنطقة وزيادة مناطق التوتر بها. السيدات والسادة، إن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار، والنفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتجنب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة. كما نشدد على ضرورة تسوية جذور الصراع والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه يتابع باهتمام بالغ مجريات بيان رئيس مجلس الوزراء المصري أمام مجلس النواب، والذي عبر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري وتجاه القضية الفلسطينية. وفي تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شدد الرئيس المصري على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على جميع المستويات، كما أكد رفض مصر بشكل قاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، داعيا الأطراف الفاعلة كافة على إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن. كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد أمام مجلس النواب المصري أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد على عدم إغلاق معبر رفح المصري للحظة واحدة منذ بداية الأزمة. وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن كل المسؤولين في مصر حذروا من تداعيات النزاع في غزة، مؤكدا أن القوى الدولية تراجعت عن مقترح تهجير الفلسطينيين وبدأت تتبنى وجهة النظر المصرية.
واستمرارا لدعم القضية الفلسطينية منذ تولي سيادة الرئيس المسؤولية، وهو بيقوم بكل الجهد لدعم هذه القضية بصورة واضحة تماما. وعند اندلاع الأزمة الحالية اللي احنا كلنا بنشهدها، كان سيادته أول من دعا لعقد قمة، وهي قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد فيها سيادته على التالي عشان نأكد بوضوح شديد مواقفنا والدولة بتتحرك إزاي. الإدانة بوضوح كامل لاستهداف وقتل وترويع المدنيين المسالمين من أهالينا، عدم إغلاق معبر رفح في أي لحظة، الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الإراضي المصرية في سيناء، الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبداً. وأكد سيادة الرئيس في مؤتمر القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية في الرياض إن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة ويجب إيقافها فوراً. السيد الرئيس بيستمر في قيادة تحركات الدولة المصرية في مختلف المسارات سياسياً ودبلوماسياً وإنسانياً لوقف هذه الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطيني. أفاد موفد القاهرة الإخبارية بدخول شاحنتي وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ليصل العدد الإجمالي لشاحنات الوقود التي دخلت القطاع إلى 11 شاحنة. كما أشار موفدنا إلى دخول 50 شاحنة مساعدات إلى القطاع المحاصر حتى الآن، مضيفا أن هناك 9 سيارات إسعاف دخلوا بالفعل إلى معبر رفح لنقل المصابين من قطاع غزة. نعم، يعني حصيلة اليوم من الشاحنات التي دخلت بمساعدات إغاثية وإنسانية إلى معبر رفح باتجاه الجانب الفلسطيني وصل إلى 50 شاحنة. أفرغت معظم هذه الشاحنات حمولتها وتعود الآن إلى الجانب المصري مرة أخرى. كذلك أيضا في صبيحة هذا اليوم دخلت شاحنتان كبيرتان محملتان ب 120 لتر 1000 لتر من السولار إلى الجانب الفلسطيني، ليصل العدد الإجمالي إلى 11 شاحنة على مدار هذه الأيام الماضية. كذلك أيضا وصل إلى معبر رفح من المصابين الفلسطينيين 17 سيارة إسعاف كانت تحمل 17 مصابا منهم حالات شديدة الخطورة، ووضعت إحداها على أجهزة التنفس، والبعض الآخر مصاب بكسور بالغة وأيضا حروق من الدرجات المرتفعة. وهناك أيضا كان مرافقين لهؤلاء المصابين، منهم 14 مرافق أتوا وتم إنهاء إجراءاتهم سريعا لانتقال المصابين إلى المستشفيات المصرية المختلفة، منها مستشفى العريش العام. كذلك أيضا استقبل المعبر عدد من الحافلات، وصل إلى 11 حافلة محملة بما يزيد عن 400 مزدوجي الجنسية من الجانب الفلسطيني دخلوا إلى مصر بالتنسيق ما بين سفاراتهم، وكان هناك تواجد لهذه السفارات من السفارة الأسترالية والسفارة الأمريكية والبريطانية والتركية وغيرها من السفارات الأخرى التي تنسق لهؤلاء مع سلطات معبر رفح لإجراء أو إنهاء إجراءاتهم وسرعة انتهاء هذه الإجراءات. كذلك أيضا من المنتظر أن يتم تجهيز حافلات من المساعدات الإنسانية جديدة بعد أن يتم خروج جميع الشاحنات التي كانت في الجانب الفلسطيني، تستعد الأخرى حتى تصل إلى وجهاتها على مدار الساعات القادمة، والعمل مستمر داخل المعبر لتوفير كل الإمكانيات لسواء من يأتون من الجانب الفلسطيني من المصابين ومزدوجي الجنسية أو حتى المساعدات الإنسانية التي تأتي إما من التحالف الوطني للعمل الأهلي أو حتى من مطار العريش بعد أن تصل من دول مختلفة على متن طائراتها.
أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية بسقوط 5 شهداء بينهم 3 من رجال الدفاع المدني جراء استهداف بوابة مقر الدفاع المدني في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. كما استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط مسجد رياض الصالحين بمخيم جباليا شمال القطاع. وقصفت أيضا قوات الاحتلال بالصواريخ منزلا قرب مسجد السلام بمشروع بيت لاهيا، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. يفاقم الشتاء معاناة سكان غزة في ضوء حرب يخوضها الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة ونزوح الآلاف. هذا ويواجه النازحون تحدي كبير من أجل الاحتماء من الأمطار وتوفير الحطب لطهي الطعام وإطعام أطفالهم العالقون في الخيام بسبب الحرب. عدوان الاحتلال لم يعد التحدي الوحيد الذي يقع على عاتق سكان قطاع غزة، رغم فرارهم لمئات الكيلومترات من نيران القصف، فقد وجدوا أنفسهم أمام مأساة جديدة. يواجهون صقيع الشتاء وزخات المطر في العراء، لا مسكن يؤويهم ولا وقود يستخدمونه في التدفئة، فالخيام التي يحتمون بداخلها هشة تتمزق بين الحين والآخر، والطين يغطي كل مكان بسبب هطول الأمطار الغزيرة، لذا لم يكن أمامهم سوى طبقهم التقليدي حساء العدس لمواجهة هذا الشتاء القارس. الناس وضع حزين، وضع حزين. أصلاً أجت ليلة الشتاء ما فيش واحد يتهنى في خيمته، ما في كل واحد وصل المية، كل واحد وصل البرد، خاصة اللي معاهم أطفال. فكمان مرة من هذا المنطلق أهل الخير بدوا يشتغلوا، ومن ضمن الفكرة اللي هي طبخة العدس، الطبخة الشتوية، الطبخة اللي بتدفئ الأشخاص. أضف لذلك فيش مواد غذائية كمان حتى اللي بنحصل عليها، أوعى تفكر إنه بنحصل عليها بسهولة، لا ما بحصل عليه بسهولة، حتى الملح ما حصلنا عليه بسهولة. بالقرب من مجمع ناصر الطبي في خان يونس يصطف الأطفال بجوار الخيام حاملين معهم الأواني للحصول على نصيبهم من العدس لإطعام أنفسهم ومن معهم من أقاربهم، ليجدوا أنفسهم يتحملون مسؤولية كهذه في سن مبكرة بدلا من اللهو واللعب مع أصدقائهم. خلال أكثر من شهر زادت معاناة سكان غزة الذين باتوا يرجون انتهاء الحرب قبل اشتداد الشتاء الذي لطالما كان ضيفا ثقيلا عليهم تحت وطأة الحصار المطبق على مناحي الحياة كافة بالقطاع. أدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الإعلاميين في جنوب البلاد، ما أدى إلى استشهاد صحفيين 2 ومدني على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وذلك خلال قصف إسرائيلي استهدف منطقة طير حرفة. وأكد ميقاتي أن الاعتداء يثبت مجددا أن لا حدود لما وصف بالإجرام الإسرائيلي، مؤكدا أن هدف الاحتلال الإسرائيلي هو إسكات الإعلام الذي يفضح جرائمه واعتداءاته. قال مسؤولان عسكريان أمريكيان أن قوات أمريكية تعرضت لهجوم في قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وأنها ردت دفاعا عن النفس. هذا وقال أحد المسؤولين أن الهجوم تسبب في إصابات طفيفة وألحق أضرارا بالبنية التحتية. وأضاف المسؤول الآخر أن القوات الأمريكية استخدمت طائرة حربية من طراز EC-130 للرد على ذلك الهجوم. أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية استيلاء جماعة الحوثي غير القانوني على السفينة التجارية في البحر الأحمر واحتجازها في
ميناء الحديدة باليمن. وطالب المتحدث باسم الخارجية البريطانية بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة وطاقمها. أكدت جماعة الحوثي أنه لا يمكن التطرق إلى الحديث عن السفينة الإسرائيلية المحتجزة إلا بعد وقف إطلاق النار والتوقف عن قتل الفلسطينيين في قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات. وأشارت إلى أن العملية العسكرية التي قامت بها في البحر الأحمر تتفق مع مبدأ التعامل بالمثل. نهاية هذه الجولة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. مصدر مصري مسؤول للقاهرة الإخبارية يعلن عن تقدم ملموس في جهود التوصل لاتفاق هدنة بغزة ودخولها المراحل الأخيرة. الرئيس المصري يجدد التأكيد على وقوف مصر ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري داخل أو خارج غزة. أمريكا وبريطانيا يدعوان الحوثيين للإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة التي تم الاستيلاء عليها في البحر الأحمر. مشاهدينا، انتهت الآن هذه النشرة الإخبارية، وبالتأكيد التغطية ما زالت مستمرة حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. المزيد تابعوه معنا على مدار الساعات القادمة على شاشة القاهرة الإخبارية. شكرا لكم مشاهدينا، شكرا لك همام. شكرا جزيلا لك نهى، وشكرا لحضراتكم، إلى اللقاء.